عدد عملية الغش التي وقعت فيها الدورة هو عدد صغير جدا، وهو أدنى وأقل عدد منذ أن بدأت تظهر هذه الظاهرة مع مطلع سنة 2013. إذن مجموع عملية الغش في هذه السنة هي 289، منها فقط 95 من المتمدرسين و194 من الأحرار. يعني عدد 95 المتمدرسين لم نصله في السابق أبدا، وكذلك 194 بالنسبة للأحرار، ما أتى بنا في هذه السنة إلى الذهاب إلى 0.04%، وهي نسبة ذاهبة إلى الزوال إن شاء الله، وهي تذهب إلى الصفر تباعا. فالإجراءات التي قامت بها الدولة هذه السنة والمتابعة الدقيقة والفورية والتعاطي السريع مع كل أجهزة الدولة التي عملت على اجتثاث أو التخلص من هذه الآفة أتت أكلها والحمد لله.